طيب خلينا بقى نروح للخبر الأهم ده وعايزين نتكلم فيه بشكل مهم جدا وضروري ومفصل تحديد من موقع يلا كورة، واللي بيتكلم على وليد سليمان وسعد سمير ان هم خلاص سافروا النهاردة الصبح لألمانيا علشان العلاج في بالنسبة للاعبين في الركبة. عايز ابتدي بس بوليد سليمان، لان خلال اللحظات اللي فاتت والساعات الماضيه ناس كتير جدا كانت كاتبه او ناس كتير جدا كانت بتتكلم على السوشيال ميديا ان في احتماليه كبيره قوي ان وليد سليمان يكون تعرض لاصابه اخرى، وان الاصابه قد تكون اصابه كبيره وقد تكون متعلقه بالرباط الصليبي، والنادي الاهلي مسفره عشان يتاكد من الموضوع ده. خليني اقول لكم الخبر الحصري بالنسبه لنا بعد التواصل مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره قبل الحلقه مباشره. سألناه حقيقة هذا الموضوع، قال لا مفيش كلام ده خالص، عاري تماما من الصحة. وليد سليمان مسافر ألمانيا عشان يطمن على ركبته بعد الانتهاء من فترة التأهيل والعلاج بشكل كامل جدا، وعشان يكون في مزيد من الاطمئنان قبل نزول التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع فريق النادي الأهلي. لكن وليد سليمان خلاص شفي تماما من الإصابة، كان عنده طبعا جزع في الرباط الداخلي للركبة، إصابة يمكن كانت قوية شوية. لكن وليد سليمان يا جماعة عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي ما عندوش أي إصابة جديدة، ما فيش أي حاجة طارئة حصلت بالنسبة لإصابة وليد سليمان، وهو بس مسافر لمجرد الإطمئنان أو زيادة في الإطمئنان قبل ما يشارك في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بشكل طبيعي. فكل الكلام اللي انتوا بتقروه دلوقتي او كل الكلام ممكن يكون اتكتب على بعض المواقع او على بعض الصفحات على السوشيال ميديا هو كلام غير حقيقي. هو طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى خايف على لعيبته وكلام من ده، بس احنا بنطمنكم بشكل رسمي وبعد التواصل مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. ده فيما يخص وليد سليمان.